كتشوفوا النقا ديال الشنطه بعدا هي الاولى الشوانطه اللي فيها هاد السلعات وكدايره سواء شنطه نقيه. هنا الاخوان ها شنو كاين فهاد الشنطه، هنا الاخوان ها شنو كاين فهاد الشوانطه، حتى هادي مازال فيها ما يدار. كاين هاد الطابليط هادي الاخوان، هاد الصاك ثقيله الاخوان بصراحه. حسن قولوا لي شنو فيه من الثقل ديالو، غادي تقولوا لي شنو كاين هنايا، ونبداو على بركه الله. الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله باذن الله غيكون فيديو جديد وسلعه جديده وعام جديد، كنتمنى يدخل عليكم بالفرحه والهنا، وكل اللي كيتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها والله يسهل على الجميع في هذا العام هذا. وما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله باش نتعرفوا كاملين على هذه السلعه اللي كاينه اليوم. اليوم تبارك الله عندنا سلعه زوينه وعارفه السلعه غتعجبكم كاملين. فقبل ما نبداو هبطوا كلكم بركوا على ديك جيم وكومونتير وبارطاجوا الفيديو باش تعم الفائده، ونبداو على بركه الله باول شنطه. كيف ما كتشوفوا الاخوان عندنا هاد الشوانطه هذه العجيبه، هانتوما كيف ما كتشوفوا النقا ديال الشنطه بعدا هي الاولى، الشوانطه اللي فيها هاد السلعات وكدايره سواء شنطه نقيه بالروايد ديالها بكلشي، الجديدات ديالها هانتوما كيطلعوا يهبطوا. في نظركم شنو كاين فهاد الشنطه هذه؟ قولوا لنا في كومونتيرات شنو كاين فهاد الشنطه قبل ما نحل الشنطه، وما تكذبوش ماشي تسناوني حتى نحل الشنطه تهبطوا، قولوا لي دابا شنو كاين في الشنطه. نبداو على بركة الله ونشوفو شنو كاين فيها. ويا بسم الله، هانتوما الإخوان ها شنو كاين فهاد الشنطة هادي. كيما كتشوفو الإخوان عندنا سويعات، وكاين شي حبات ديال لي زيات بلوتوث، وكاين تويشيات. المهم هنايا فهاد الشنطة هادي غنتعرفو عليهم مجموعين. كاين ساعات كيف ما كتشوفوا سمارت واتش، وكاين ساعات العاديين بحال هادو هما بحال هاد الساعات هادو، ولكن لي مارك هي الواعرين. شو هادي الاخوان ساعه اوتوماتيك، هانتوما كيف ما كتشوفوا مذهبه من الداخل، هادي راه كتبان اوريجينال هاد الساعه هادي. شوفوا هاد اللقطه ديالها كيفاش كدير، هانتوما الاخوان راه خدامه ناضيه، ها لا مارك ديالها، عندها السميطات ديال الجلد. عندنا كيف ما كتشوفوا هاد الساعات هادو الاخوان، هاد السمارت واتش هادو منهم العدد بزاف ومازالين جدادين كيف ما كتشوفوا الاخوان. هانتوما فيهم لي مارك هادو السماطي ديالهم، كاين شي حبات محيدين لهم السماطي. هانتوما راه فيهم ديكورات مختلفين، انت قرب الكاميرا تشوف هنايا فيهم الوان، كاين بحال هاد اللون هذا المذهب، كاينين هادو كاينين بحال هاد الديكور هادو، هادي خلاص ديال ديكاطلون هاد الساعه هادي راه معروفه. كاينين هادو، هادي ديال شاومي راه بسارجور ديالها يمكن حتى هي، كاينين بحال هكا. هادو راه قلت لكم منهم العدد ما عرفتش بالضبط شحال كاين، تقريبا غتكون واحد 50 ساعه ولا اكثر. كاينين هادو بحال هاد السويعه هادي واعره، ساعه نسائيه وزويونه بزاف. كاينه هاد الساعه هادي حتى هي من الساعات الذكيين. عندنا بحال هاد اللوين هذا عاوتاني حتى هادي ساعة واعرة. كاين فهاد اللون هذا الاخوان كيف ما كتشوفو مذهب، هادو كيخدمو كيتشارجاو من لهنايا، هادو راه كيخدمو بلاكارت هادي معرفتش ملي كتحل، ها هي هادي كتشارجا من هنا، هادي راه كدير لها لاكارت من الداخل وفيها خلاص باتري وبلاصت كارت ميموار. من بعد نشوفوها عندنا بحال هاد السويعة هادي الاخوان، السميطة ديال الجلد هانتوما لا مارك ديالها، عندها دموريات ديال الجناب حتى هما كيضربوهم راه خدامين. شنو كاين اخر؟ كاينه هاد الرولكس هادي الاخوان كيف ما كتشوفوا، ما عرفتش واش دوريجين ولا ماشي دوريجين، الله اعلم ما كنفهمش فيهم بزاف. كاينه هاد السويعه هادي المذهبه الاخوان، هادي لا مارك ديالها لوريس، وكاينه هاد الساعه اللي قديمه بزاف هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى صدات من الداخل، هادي باينه ساعه ناضيه هانتوما لا مارك ديالها، ومكتوبه فيها هنا 1299 سويس ماد. كاينه هاد الساعه هادي حتى هي لا مارك ديالها مزيانه، وخلاص كاينين الساعات العاديين بحال هاد اللي وريتكم الاخوان كيفما كتشوفوا. كاينه هاد السويعه هادي عاوتاني ناضيه، وهنايا كابل ديال السارج كابلات ديال السارج، وكاينين لي زيات بلوتوث عندنا هادو، كاينين هادو حتى هما ها هما لي زيات بلوتوث، كاينين هادو في الابيض بحال هكا ها هما راه شاعلين هادو، وكاينين هادو عاوتاني حتى هما لي زيات بلوتوث كيفما كتشوفو الاخوان. وخلاص كاينين كيما قلت لكم كاينه بوشيطه ديال التليفون، هنايا ساعات ساعات مخلطين، كاينين هادو العاديين الساعات العاديين، وكاينين هاد السمارت واتش. كيما شفتو الاخوان هاد الشوانطه هادشي اللي كاين فيها، باش ما يجيش الفيديو طويل من بعد الا بغيتو نتعرفوا عليها بوحدها، دابا ندوزو نكملو نشوفو شنو كاين عندنا في السلعه الاخرى.
وعندنا كيف ما كتشوفوا الاخوان هاد اللعيبات هادو الاخوان كيف ما كتشوفوا هذا باف بلوتوث، هذا فيه البلوتوث وفيه الاوكس وفيه الراديو وفيه السي دي. هانتوما الاخوان هذا بحال راديو بحال باف بلوتوث، ها هو بلونتر ديالو بكل شيء راه خدام ناضي، كيخدم بالحجر وكيخدم بالبريز، فيه البلوتوث وفيه الاوكس وفيه الراديو وفيه السي دي. كاين هذا وكاين واحد اخر بحالو، انا نوري لكم. كاين هذا في البيض عاوتاني حتى هو بحالو نفس الديكور ديالو، حتى هو فيه الاوكس ويمكن فيه اليو اس بي، هذا زايد عليه اليو اس بي والبلوتوث ما عرفتش واش فيه ولا ما فيهش، فيه الراديو خلاص حتى هو فيه السي دي. ها هو هذا في البيض. وكاين هذا الفيديو هذا اللي زويون مسجله وهي راديو، ها هي فيها بلاصه الكاسيط هنايا، ما عرفتش ملي كيبركوا عليها المهم ملي كيخرجوا الكاسيط من هنا. كاينه هذه فيها راديو فيها كل شيء، حتى هذه كتخدم بالحجر وكتخدم بالبريز، راديو اللي زويون وصغير. وعندنا الاخوان كيف ما كتشوفوا اول حاجه نشوفوا هذه البياسه هذه بعدا. كاينه هذه الماكينه ديال السورجيا الاخوان، ماكينه اللي واعره ديال بصح، مازال نقيه وجديده، نديروا لها البريز ونجربوها. يا بسم الله، ها انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا هي راه شاعله هنايا، ملي كتحرك على البيضه راهي خدامه، راه بكل شيء ديالها مجموع معاها، راه فيها كل شيء هنايا. هذا هو اللعبات ديالها، فيها لداخل داك المهم اي حاجه جات معاها راها فيها. ها هي راه فيها اربعه ديال الخيوط، هذه اربعه ديال كات فيل، هذه ماكينه كات فيل راه خدامه ناضيه. نحيدوها نديروها هنا، ودابا ندوزو نتعرفو على هاد الشوينطه هادي عاوتاني حتى هي شنو كاين فيها. بسم الله، هانا الاخوان ها شنو كاين في هاد الشنطه. عندنا هاد الليكات هادو، هادي كاينه غير وحده، هادو ليكات صغار ديال البوكس وداكشي، هادو ديال الدراري الصغار يمكن ولا حتى هما كاينين جوج. كاين هاد السويك هذا ساك خاوي، نشوف واش ما فيه والو لداخل. هانتوما الاخوان هذا تقدر دير فيه شي حاجه، المهم راه فيه هو فيه جويل، فيه هنايا بلايصات فين كتعلق، المهم هذا يقدر يصلح بزاف ديال اللعيبات، خليوه هنايا. كاين هاد السيشوار هذا الاخوان كيف ما كتشوفوا هو راه مارك ديالو. كاين هاد الرالونج هذا فيه ثلاثه، كاين هاد الرالونج هذا راه فيه تقريبا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ديال السورسيات هاد الرالونج. وعندنا هاد الرالونج هذا اللي فيه خيط كبير بزاف وطويل. عندنا هنا شي شارجورات ديال البي سي بحال هذا هاش بي، كاين هذا حتى هو يمكن هاش بي، هادو شارجورات ديال البي سي. مازال كاين وقيلا شي حبات اخرين شارجورات، ها هو حتى هذا شارجور ديال البي سي. عندنا هاد الميكرو هذا الاخوان كيف ما كتشوفوا ثقيل، باين ميكرو لي ناضي، ميكرو دوريجين، ها هو الجاك ديالو، ها هو الخيط ديالو راه طويل بزاف. وكاين واحد اخر بحالو الاخوان كيف ما كتشوفوا، ها هو راه فيه تقريبا هذا غتكون فيه واحد 30 متر ولا اكثر، حتى هو راه بالجاك ديالو بكلشي، هذا اللي خيط ديالو طويل بزاف. هانتوما الاخوان شو الميكرو كي داير، داكشي واعر، باين فيه ميكرو لي دوريجي، ها هي ديريكسيوني، لا مارك ديالهم واعره. وشنو مازال هنا، مازال عندنا هنايا كيما كتشوفوا شارجورات البيسيات، هذا تا هو فيه 19 فولت، شي حاجه اللي مهمه. كاين هذا حتى هو كابل ديال الميكرو، ها هو جاك ديال الميكرو، خلاص هادو غير خيوطه، هذا شارجور حتى هو ديال البيسي. كاين هاد الشارجور هذا ديال الماك بوك، هذا ديال الايفون، صافي هادشي اللي كاين تقريبا. كاين هاد الماريطه هادي، وهنايا سي شارجورات ديال البيسيات. نجمعو هاد الشوينطه هادي ونتعرفو على شنو مازال عندنا. ودابا ندوزو نتعرفو على هاد الصاك هذا، هاد الصاك تقيل الاخوان بصراحة، نقولو ليا شنو فيه من الثقل ديالو، غادي تقولو ليا شنو كاين هنايا، ونبداو على بركة الله. بسم الله، عندنا الاخوان هنايا بيسيات كيف ما كتشوفو، كاين هذا توشيبا، هذا غالبا غادي يكون خدام، ها هو بيسي اللي مازال نقي جديد، هذا الباتري اللي ما عندوش. نشوف واحد الشارجور نديروه له ونشوف واش خدام ولا ما خدامش. ها نتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا، بعد ما درنا الشارجور ها هو راه خدام ناضي، البي سي راه شاعل، ها هو كيدير ديماراج دويندوز، خليوه هنا يشعل
ونديرو نشوفو شنو كاين اخر. عندنا هاد البيسي هذا ها هو سيمنز بيسي اللي كبير ها هو سونترينو هذا بيسي مزيان يعني حتى هو نقي كلشي فيه مزيان كيبان هنايا ما محلول ما والو فيه الباتري فيه الديسك دير فيه كلشي تقريبا ديالو باش ما نضيعوش الوقت نبقاو نصيو حتى هذا راه غيكون خدام 100%. كاين هذا هاش بي الاخوان كيف ما كتشوفوا حتى هذا بيسي اللي ناضي هذا محيدين له غير واحد الحبات هنايا ديال الحروف هانتوما كيف ما كتشوفوا ها ليطا ديال البيسي مازال نقي حتى هو غير هو غالبا غيكونوا هادو البانتيم ار كاملين تقريبا غيكونوا زين هاد سيمانس هذا حتى هو الاخوان حتى هذا راه نقي ها هو البانتيم كوردو ديو هذا كوردو ديو ها هو الاخوان هذا راه شعل هانتوما كيف ما كتشوفوا كيما قلت لكم راه السلعه كامله تقريبا خدامين هاد البيسيات ها هو راه خدام ناضي نشوفوا شنو كاين فيه ندخلوا بالزربه للبروغرام ديالو ونتعرفوا عليه شنو كاين فيه هذا كيف ما كتشوفوا الاخوان فيه الديسك دور فيها 500 جيجا وكاينه وحده فيها 120 فيه جوج ديال الديسك دوره ونشوفوا شحال فيه في الرام ها هي الاخوان هذا البانتيم ار فيه 4 جيجا في الرام فيه 4 جيجا في الرام وفيه تقريبا 500 جيجا في 120 جيجا هذه هي اللي فيه نطفيوه حيدوا له الشارجور تقريبا هادو كاملين غيكونوا خدامين عندنا هادو 4 دابا ديال البيسيات وكاين هاد البيسي الكبير ها هو سيمنز سامسونج بيسي سامسونج هذا الاخوان كيف ما كتشوفوا حتى هو نقي ما مهرس ما والو غالبا حتى هو راه غيكون خدام عامر ناضي الشارجور ديالو ما عنديش خصني شارجور بحال هذا شوكه ما عنديش هادشي اللي كاين في هاد الساك نجمعو هادو ونتعرفو راه مازال كاين ما يتشاف وعندنا الاخوان هاد الساك هذا حتى هو اللي ثقيل حتى هو فيه نفس الساك الاخر فيه البيسيات هانتوما الاخوان هذاك فيه 5 وهذا شحال فيه 1 2 3 4 5 حتى هذا فيه 5 ديال البيسيات حتى هما غادي يكونوا خدامين كاين هذا هو سونترينو حتى هذا غتكون فيه غالبا كيكون فيهم 4 جيجا في الرام و 500 جيجا في الديسك دير ولا 320 هذا كومباك حتى هو راه نقي بالباتري ديالو كلشي مازال نقي كاين هذا اسير من النوف وحتى هذا ها هو راه فيه هذا سونترينو هذا ام دي الاخوان هذا حتى هو غادي تكون فيه هذا راه دايرين فيه 3 جيجا في الرام و 250 جيجا في الديسك ديال كاين هذا ها هو حتى هذا سونترينو كارت جرافيك انفيديا حتى هذا غادي تكون فيه غالبا 4 جيجا في الرام وغادي تكون فيه تقريبا شي 300 ولا 500 جيجا في الديسك دير حتى هو راه خدام ناضي عامر فيه الديسك دير ديالو فيه كلشي بيسيات كلهم رقيقين كاين هذا الاخوان اللي ها هو كتشوفوا الديسك دير محيدالو فيه هنايا الرامه ديالو راه كاينه هاد الرامه فيها 4 جيجا هذا خاصها غير الديسك دير وتشعلو اسير ها لا مارك ديالو اسير راه كيما كاتبين هنايا فيه 4 جيجا في الرام راه فيه وفيه 500 جيجا في الديسك دور هذا خاصها غير الديسك دير وهو معاك وكاين اخر واحد اللي هو هذا الكومباك حتى هذا غالبا غادي يكون خدام ناضي حيت عامر ما محلول ما والو بس تقريبا كلهم خدامين حتى هذا ام دي الاخوان 100% غادي تكون فيه حتى هو ما بين 320 و 500 جيجا في الديسك دير نجمعوا هادو عاوتاني نردو بلاصتهم ونتعرفوا على شنو مازال عندنا في السلعه عندنا الاخوان كيف ما كتشوفوا هاد السويك هذا شنو كاين فيه هادي الاخوان كيف ما كتشوفوا هنايا هادي ناموسيه من هادوك اللي كيتنفخوا بالريح ناموسيه ديال الريح هادي 100% ناموسيه كبيره ديال جوج بلا ما نجبدوها نضيعوها خليوها بلاصتها راه باينه هادو كيتنفخوا غير بالريح وكيتكى بنادم فيهم تقدر ديرهم في الطوموبيل تقدر ديهم معاك للبحر تخرجهم معاك اي بلاصه خليوها هنايا وعندنا هاد الصاك هذا نشوفوا شنو كاين فيه الزربه هانتوما الاخوان اول بياسه عندنا هي البلاي ستيشن 2 هذا بلي دو ها هو
وكاين هذا داتاشو الاخوان، هذا اللي كيضرب في الحيط، ما عرفتش واش خدام ولا ما خدامش، غالبا غيكون خدام. وعندنا هاد العيبه هادي ديال الطروات دي كدير فيها التليفون. وخلاص هنايا كاينين غير شي سارجورات عادي، هانتوما سارجورات ديال 12 فولت وديال 3 فولت، هادشي اللي كاين هنايا ردوهم بلاصتهم ونتعرفوا عاوتاني شنو مازال عندنا، راه مازال ما يتشاف، مازال كاين الخير ديال السلاح. وعندنا الاخوان هاد السويكات هادو نتعرفوا كاملين شنو مازال كاين هنايا. عندنا هاد الكريطينه هادي الاخوان، ها شنو فيها، هذا كيف ما كتشوفوا هنايا هذا راديون ومكانه كضرب في الحيط، طيب هاد العوينه هادي كضرب في الحيط، نجمعوها نحاول ما امكن نزربو باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف ويجي ممل. كاين هاد العيبه هادي اباري فوتو من دوك القدامين. وعندنا هنايا هاد الفيكس هذا راه عنده سميتو ديالو الفلاس ديالو راه كاين واقيلا دوزو فواحد الشرطه. وهاد العيبه هادي ما عرفتهاش ديالها الاخوان، كتفتح وتسد بحال هكا، ولا ما عرف ديالها واش عندها لكم معلومه ولا ما عندهاش. نجمعو هذا وندوزو نشوفو هذا شنو كاين فيه. هذا الاخوان كيف ما كتشوفو هادي سبيراتور ديال الطوموبيل، ها هي كلشي ديالها، التيويل ديالها بجميع الماتيريال ديالها مجموعه ناضيه، نخليوها هنايا وردوها كيف كانت. ودابا نشوفو هاد الشنطه هادي شنو فيها. هانتوما الاخوان هاد الشويطه حتى هي فيها الخيوط، فيها سارجورات، فيها بريزات ديال البيسيات، فيها سارجورات 5 فولت، فيها هادو بيفان ديال سميتو بيفان ديال البيسي. شوفو شنو كنحيدو هاد الخيوط هادي بالزربة. كاينة هاد المانيطة هادي معرفتش ديالاش، هاد الخيوط خصهم يتصاوبو. ها شنو عندنا هنايا، كاينة هاد كلافي بلوتوث الاخوان، هاهي ديال الايفون، هاهي التفاحة معضوضة هنايا، هادي واش كتخدم مهم على الايفون ولا كتخدم لكلشي، هادي كتخدم 100% غير بالحجر. وعندنا هاد الرالونجات هادو كيف ما دوزنا، كاين هاد لاباراي هادي اللي قديمة الاخوان، اباراي ديال التصوير قديمة، ها لوبجي ديالها وها لوبجي التاني راه راكب فيها، فيها جوج ديال لوبجيات هما معاها. شنو مازال كاين اخر هنايا، كاين هاد المانيطة ديال البيسي. وخلاص كاين هاد الرالونج هذا اللي طويل شي شويه، غتكون فيه واحد 10 متر ولا اكثر. نزيدو نشوفو شنو مازال اخر، كاينه هاد العيبه هادي، هذا الاخوان كيف ما كتشوفو جي بي اس، ها هو جي بي اس كلشي ديالو، نخليوه هنايا في الشكيكره ديالو، نجمعو هادي وندوزو نتعرفو على شنو مازال عندنا. عندنا الاخوان كيف ما كتشوفوا هاد جوج سويكات هادو، نتعرفوا على شنو كاين فيهم، باين داكشي اللي فيهم. هانتوما الاخوان كاين هاد الرالونج هذا، ها هو راه فيه خيط من المزيانين، هذا خيط فيه طروافيل، ها هو ملي كترد دخل الضوء ومن هنايا كيعطيك الضوء، هذا 100% غادي تكون فيه اكثر من هنا، على ما كيبان ليا غتكون فيه اكثر من 20 متر ولا 30 متر. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدوزوا الضوء من واحد البلاصه لبلاصه بعيده، هذا راه خدام لهم بزاف، يعني راه فيه تقريبا فيه المسافه بزاف، غالبا غتكون واحد 20 ولا 30 متر كيف ما قلتلكم. وكاين رالونج واحد اخر انا نوري لكم، هذا التصنيعية كيخدم لهم بحال هاد الرالونجات هادو، كيبغيو يخدمو شي بلاصه اللي بعيده، هذا خدام لهم مزيان. كاين هذا الاخوان، ها هو رالونج لي بروفيسيونيل، ها هو انتوما الاخوان شوفو شو شحال فيه تقريبا، هذا الاخوان راه غتكون فيه واحد 30 متر ولا اكثر ولا 20 متر. هانتوما ها هو ملي كيدخل الضو، وها هو البريز ديالو ملي كيجي الضو، هادو هما جوج رالونجات اللي عندنا، نجمعوهم ونكملو شنو مازال عندنا في السلاح. كيف ما كتشوفو الاخوان هادي هي البركة اللي مازال عندنا في السلعة، نحاولو ما امكن نتعرفو عليها بالزربة باش نوريكم شنو كاين هنا. عندنا هاد السويك هذا فيه هاد البروتيجات هادو، بروتيجات ديال صحاب السكي يمكن ولا ما نعرف، المهم راه فيهم هنايا مجموعين كلشي ديالهم، السويك ديالهم كلشي. كاينه هاد لاباري هادي الاخوان اللي خطيره،
واغلبيه كيخدموا بها الحرفيه يعني الزلاجيه والبنايه وداك الشيء. هذه الاخوه على باري ديال الليزر، انا نوريكم الطريقه ديالها كيفاش. الناس اللي ولاد الدومين راه غيفهموا في هاد لاباري هادي مزيان. هادو السيبورات ديالها باش كتوقف. هانتوما الاخوان، هادي راه كضرب ليزر، هادي كتخدم بالحجر، فيها بلاصه الحجر هنايا وخلاص، كتعطيك الميزان ديال الماء. وهاد التليكوموند ديالها الاخوان باش كتخدمها، هادشي اللي كاين هنايا. هانتوما الاخوان، ها لاباري كيفاش دايره، ها البواطا ديالها. الناس اللي في الدومير عارفين هاد البياسه هادي، غيشوفوها يعرفوها. وعندنا هادي الجهه ديال اليمن، يمكن الكونغو ولا ما عرفتش، ديال من هادي الاخوان، ها هي بالفيش ديالها، مرايا هادي ديال الطوموبيل، والله ما عرفت اين طوموبيل بالضبط. ها هي راه باينه هكا باش تعطيك اين طوموبيل. ها الفيش ديالها ديال السينيالات وديال كلشي، كاين هاد المرايا هادي الاخوان. وعندنا هاد اللعيبه هادي اللي كيلعبوا بها الدراري في البحر، ديك الطياره ديال البحر هاي بالخويطات ديالها بكلشي. وكاين هاد الصنيك هذا اللي عامر ما تعرفوا شنو فيه الزربه. كاينين المهم نشوفوا الحاجات المهمين. كاين هاد لاباراي هادي قديمه، كاين هاد التويشيه، هادو دي كاسك، هادي الاخوان دولا ديال البيرويات، ها هي راه معروفه راه كتجبد. شنو مازال اخر؟ كاين هذا لا لونج، هادي اباراي، وكاينه هادي اباراي حتى هي مازالها نقيه. ها هي الاخوان كيف ما كتشوفوا بالبواطه ديالها بكلشي، 100% تكون خدامه. هادي راه مازالها جديده. كاينه هاد لاباراي هادي الاخوان كيف ما كتشوفوها، هي اباراي اللي زوينه ولا قديمه شي شويه اونسيان. وكاين هاد الميتريكس هذا الاخوان، ما عرفتش واش عنده الفيشات ديالو ولا ما عندوش. شنو مازال هنايا هادو؟ والله ما عرفت شنو هما، واش ديال التلافز ديال الطوموبيلات ولا ما عرفتش، والله ما عرفت. نحاولوا ما امكن نحلوهم ونتعرفوا عليهم شنو هما. هادو الاخوان كيف ما كتشوفوا، هادو تلفزيونات ديال الطوموبيل ولا تلفزيونات اللي كيقريو الفيديوهات، كيقريو كلشي. هانتوما كيف ما كتشوفوا بلاصه الكارت ميموار، بلاصه الاوكس، بلاصه كلشي. هادي السيبورات ديالهم فاش كتحطهم بحال هكا، راه باينين هادو بياسات لي زويونين، راه فيهم دي في اكس هادو وفيهم الكارت ميموار. ردوهم بحال هكا مجموعين، نخليو شي سيرتوش ونزيدو نشوفوها. هما كاينين وحده اخرين عاوتاني، هما جوج هما بحالهم نفس الديكور، هما مجموعين مع بعضياتهم. ومازال كاين هادو هنايا، ها هما بالفيش ديالهم هادو بكلشي. حتى هادو الاخوان يمكن الى تلفيزات، غالبا هادو تلافز، نشوفوهم ماشي مشكل. هانتوما الاخوان شو البياسات كيفاش دايرين. هادو بياسات لي واعرين، هادي بعدا مازال جديدة الاخوان، حتى هادي راه كتقرا اليو اس بي وفيها بلاصة الكارت ميموار. هادي دير فيها تصاور، دير فيها فيلمات، دير فيها كلشي اللي بغيتي. وكاينة هاد البياسة هادي الاخوان حتى هي راه بالسارجور ديالها بكلشي. هادي معرفتش واش تلفازة حتى هي ولا شنو هي، يا بسم الله. هاهي من بعد ما شعلات الاخوان، هادي راه ماشي تلفازة، هادي واقيلا ديال لانتيرفون باش كتحل البيبان وكتشوف هنايا في الكاميرا شكون اللي عندك ولا شكون اللي سميتو شكون اللي كاين. هاهي فيها ديال الصوت، فيها ديال الصورة من هنايا. المهم فيها بزاف ديال التواشي، بالنسبة للناس اللي عارفين راه غيفهمو هاد البياسة هادي. هانتوما كي دايرة من الروح، هادي بياسة 100% ديال لانتيرفون. ردو هادو هكا، شنو مازال عندنا؟ كاينة هادي، عندنا هاد الدي في ديات هادو الاخوان ديال الطوموبيل. حتى هادو راه كاينين هنا واش ثلاثه ولا اربعه ديال البياسات، هما راه مجموعين ناضيين. كاين هذا، هادي واش لعبه ولا هذا دي في دي؟ ها هو راه كيتفتح كيخدم بسي دي. وعندنا هنايا شي تويشيات، شنو هادي هنايا؟ يا بسم الله، مسدوده هادي هاي. شو هاد البياسة الاخوان كي دايره؟ طابليت لي واعره، والله ما كنت عارفها بانها طابليت. هانتوما الاخوان بالكلافي ديالها بكلشي، هادي 100% غادي تكون خدامه، غالبا غادي يكون خصها غير الصاج. هانتوما الاخوان راه كتركب هنايا، راه عندها سنينات فين كتحط، كتركب بحال هكا. طابليت لي زوينه هادي واعره بالكلافي ديالها بكلشي، نجمعوها. وعندنا هنا الاخوان كيف ما كتشوفوا طابليطات صغار،
ها هي حتى هذه طابليط غالبا غيكونوا خصهم غير تسارجاو. هذه ماشي علاش خصها تسارجا. كاينه هذه طابليط سامسونج ولكن بانت ليا محلوله من هنايا، ما عرفتش علاش حالينها، واش غير لاكاس ولا هذا الباتري ديالها. نشوفوها من قدام كيفاش دايره. سامسونج مهرسه الاخوان على الطابليط هذه محلوله كامله. وكاينه على الطابليط هذه الاخوان ها هي راه مازال بكارت ميموار ديالها انتم الاخوان. هاي كارت ميموار فيها 16 جيجا. هاي هذه 100% غتكون خدامه حيت مازال فيها الكارت ميموار ديالها، راه غتكون خدامه. هادو غالبا ها هي راه شاعله انتم كيفما قلت لكم الاخوان راه خدامه ناضيه كاملين. هادو غيكونوا خدامين خصهم غير الصاج. نجمعوا هادشي ونخليوه حتى نشوفوا من بعد. وشنو بقى عندنا هنايا؟ بقى عندنا الشارجور ديال البي سي، وبقى عندنا الترونسفور. هذا ما عرفتش الترونسفور الاخوان لمن كيخدم. هذا راه فيه 127 220 فولت، هذا هو الترونسفور اللي كاين. وهذه هي السلعه اللي كاينه. ومازال دابا نجمعوا هادشي وتعرفوا على هاد الشنطه شنو كاين فيها. وبقات لنا الاخوان اخر شنطه اللي هي هذه، نحلوها وتعرفوا على شنو كاين فيها. هذا الاخوان ها شنو كاين فهاد الشويطه، حتى هذه مازال فيها ما يدار. كاينه هاد الطابليط هادي الاخوان، حتى هي 100% غتكون خدامه، خاصها غير الصاج ما مصارجيهاش. كاينه هاد الطابليط هادي سامسونج، هادي الطاب دو يمكن، ها هي راه خدامه الاخوان كيف ما قلتها، هي سامسونج جالاكسي طاب دو. واخا مشقوقه ما عرفتش واش الطاكسيل كيضرب ولا لا، نخليوها تشعل ونسيوها. وعندنا هنايا واحد التليفزة بحال هادوك اللي وريتكم الاخوان، التليفزة ديال الطوموبيل وداكشي، كتخدم بدوز فولت. هاي الطابليط راه كتشعل. وكاين هاد لاباري اللي واعره الاخوان كيف ما كتشوفو، لاباري اللي قديمة بالزوم ديالها بالفلاش بكلشي ديالها. هاي السمية ديالها الاخوان، هادي اغلبية هادي راه كتحط غير ديكور رونتي بي اس اللي واعره. هانتوما الاخوان شو الديكور ديالها كيفاش داير، لاباري اللي ناضية. الناس اللي فهاد الميدان هادي راه غيشوفوها غيعرفوها، هادي راه كانت ساوية واحد الوقيتة، الطاري اللي ناضي. خلاص كاين هاد الرالونج، وكاينة هاد اللعيبة هادي الإخوان كيفما كتشوفو، هادي ميجار، هاد الميجار هادا الناس اللي كيخدمو بيه راه غيعرفوه، هانتوما راه كطلع من لهنايا بحال هكا، وكتهبط، وهادي راه كدير هكا وكدير هكا، معرفتش أنا كيفاش الطريقة كيفاش كيخدموها، الله أعلم. وعندنا هاد الكاسك، هذا كاسك ديال سميتو. وكاينين هاد كاين هاد الراديو هذا الاخوان، راديو مكانا واعر هذا ناضي. وعندنا هاد البيفان، هذا البيفان اللي كيخدمو مع البيسي. كيفما شفتو الاخوان هادي هي السلعه اللي عندنا، هادي هي البركه اللي كاينه اليوم. سلعه زوونه تبارك الله، مخلطه فيها الالكترونيك، فيها طابليطات، فيها البيسيات، فيها ما يدار تبارك الله، فيها السوايع، فيها لي زيس بلوتوث، يعني اللي قلبتي عليه كاين في هاد السلعه هادي. كيف ما شفتوا الاخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا، وكانت هذه هي السلعه اللي عندنا اليوم. كان معكم خوكم كريم، تشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله.